عايز اشتري لحمة ارتاح لها ازاي؟ هو زي ما بنعيد تاني ان اول حاجة المصدر، المصدر يكون مصدر موثوق، سواء سوبر ماركت كبير سواء ماركة عالمية. في نفس الوقت ببص على تاريخ الصلاحية بتاع الكرتونة نفسها. تالت حاجة ببص على اللحمة ظاهريا، بلاقيها طبعا لونها الأحمر الوردي، ما بلاقيهاش غمقت أو زرقت أو خدت أي درجة من درجات التغير. في نفس الوقت الريحة بتاعتها، ريحة اللحم العادي جدا، واخد بال حضرتك، تباع زي ما قلنا مجمدة، طالما هي جاية مجمدة تباع مجمدة بالظبط كده. تمام. هو يعني في أقل من ثانية، يعني هو لما بتفضل اللحمة من غير ذبح وتطلع الدم بتاعها كله، أكيد لونها مش هيبقى وردي، هيبقى داكن، الأحمر الداكن. مظبوط، يعني نبعد عن الداكن. الداكن بالظبط كده. في نقطة بس عاوز أقول لحضرتك عليها. اتفضل. الموضوع برضه إيه حله عشان خاطر نقلل موضوع دخول اللحمة الفاسدة وكده؟ إن إحنا رقم واحد تشديد العقوبات، يعني مثلا ما ينفعش إن حد يجيب لي لحمة مستوردة تكون مثلا لإلا بنعدمها لإلا أنا عاملاها إعادة تصدير، لا لازم يبقى في عقاب مسح المستوى ده أو كده. في نفس الوقت في أو منعه من الاستيراد لمدة سنة. في علاقة طردية بين زيادة الاستيراد وارتفاع سعر العلف، فلازم سعر العلف أحاول أحله عن طريق الزراعة، واخد بال حضرتك؟ كل يعني توقف معظم الناس الصغيره بتوع تربيه التسمين العجول او كده نتيجه ارتفاع سعر العلف، ففي علاقه طرديه بين ارتفاع سعر العلف والجاب نفسها اللي هي بتاعه استيراد اللحوم. تمام. فلازم ان انا اشوف حل للموضوع ده. بنضم صوتنا لصوتك دكتور محمد عطيه، دكتوراه في الطب الشرعي والسموم والاجراءات البيطريه، وكان ضيفنا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. تقدم بخالص شكر الكاتب الصحفي الزميل الاستاذ ابراهيم عطيه، وجودك معانا النهارده نورتنا. ويبقى الشكر ايضا لكم مشاهدينا، ولكن قبل ما نسيبكم لازم نطمنكم، مش كل اللحوم اللي موجوده ممكن تكون سيئه او فيها المشاكل اللي احنا عرضناها. في انواع جميله وفي انواع محترمه ومستوردين محترمين وتجار محترمين، ولكن الدور عليك زي ما قال الدكتور محمد، قال الدكتور محمد توفيق، احرص على انت بتشتري لحمتك من مين. مجمده تشتريها مجمده، اللون الوردي اللون الفاتح ما يكونش لونها داكن قوي أو فيها اصفرار أو احمرار زايد أو روايح غير تقليدية. احمي نفسك بنفسك، اختار اللي بتشتري منه وتكون مطمن لاختياراته، ويعني ربنا يحفظ مصر ويحفظنا جميعا. ودي كانت حلقة نهاية الأسبوع، بشكركم ونبدأ معاكم من الأحد القادم والطريق الثالث إلى مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وهذا هاني الدبان يحييكم، إلى اللقاء. مصر سحر مالو